مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مراقبة على مدار الساعة وترصد دائم لمختلف الوجهات. بلغ إلى علم الفريق الأمني أن أحد المسافرين يحمل بين أمتعته مواد ممنوعة، سيضطر الفريق الأمني لإخضاع المشتبه فيها إلى التفتيش. كنعملوا على اللائحة ديال الركاب قبل ما توصل الطائرة، كنشوفوا لو تيب كنسميوه البروفايلين، كنسيبليو كنستهدفوا واحد 5 ولا 6 ولا 10 ركاب في الطيارة. قبل ما تنزل الطيارة كتكون عندنا اللائحة ديالهم، كننتظرهم في الباب ديال الطائرة. إذا هاد المسافرين هادو اللي كيكونوا موضوع السيبلاج ديالنا كنخضعوهم لواحد الإجراءات اللي شوية معمقة، تفتيش بالوسائل بالسكانير بالبريغاد ديال الإشياء وهذا. إذا هاد المسافرة من هاد النوع هذا كانت مستهدفة عندنا، جاية من واحد الدولة من أمريكا اللاتينية معروفة بالجوار ديالها مع دول منتجة للمخدرات. مع ضابط شوير غتمشي له السياره ديال لابيس، يعطيها داك الباجاج ديال ديك معنيه بالامر موضوع الايقاف من اجل التجار الدولي، يعطيها لا فاليز والامتعه ديالها، تجيب لنا لوديس، تجيب لنا لوديس من اجل القيام بالعمليه. كناخذوا لها الطالون ديال التذكره ديالها ديال الطائره، هذا كيكون مونسيوني فيه شحال عندها ديال الباجاج اللي كان في الكفر ديال الطائره وشحال الوزن ديالو. اذا بناء على الافادات وبناء على الاسم ديالها والرقم ديال الامتعه ديالها كنهبطوا لهذا المكان. هذا هو المكان ديال معالجه الامتعه في مطار محمد الخامس. والباجاج ممكن تكون فيه شي حاجه؟ غالبا الاعم واللي زفر اللي درنا كيكونوا في الباجاج، لانهم كيعرفوا بان التفتيش الجسدي دقيق وكاين دي سكانر كيمشيو للباجاج اكثر. دوزها في الرايون. السيده اللي شفتو تم ضبط الحوز تاع 2.4 كيلوغرام من المخدر الصلب هو الكوكايين، تم العرض ديالو على المختبر المحلي، تبين بانه من نوع العالي التركيز تري كونسونطري، لانه كوكايين خام. مازال هاد تجار المخدرات غادي يعملوا الخلط ديالو بوسائل اخرى عاد الترويج ديالو في السوق ديال 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 المخدرات. اذا هاد السيده راه توضعت تحت الحراسه النظريه وتقدم المحكمه، والعمليه ديال الايقاف ديالها تمت تحت اشراف السيد وكيل الملك ديال المحكمه الابتدائيه بالدار البيضاء، وتم اخبار التمثيليه الدبلوماسيه ديال الدوله ديالها اللي كاينه في الرباط عن طريق المصالح المركزيه للمديريه العامه للامن الوطني. داخل الاسبوع المافيا ديال التهريب كتحاول تستغل الضغط اللي كنعرفوه في راس السنه من اجل تمرير الاشياء الممنوعه، لان كتعرف ان مطار محمد الخامس كيعرف في هذه نهايه السنه ضغط في الحركه ناتج عن عاملين. العامل الاول هو ان مجموعه من السياح من وجهات مختلفه كتفضل تقضي راس السنه بالمملكه المغربيه. الفرقة ديال الشرطة القضائية في مطار محمد الخامس فيها واحد 50 شخص، عناصر ديال الشرطة القضائية بإضافة لعناصر ديال وحدة التشخيص القضائي ومسرح الجريمة، الأشخاص اللي كيشرفوا على واحد مختبر محلي اللي كيحلل جميع المواد اللي كنحجوا، سواء مخدرات أو متفجرات أو أسلحة أو مواد ممنوعة أو مواد أو جوازات سفر، جميع الأشياء اللي كتحجز تعرض على الخبرة بالمختبر المحلي بمطار محمد الخامس.